بسم الله الرحمن الرحيم. ولادي وحبايبي طلبة برايمري 4، تعالوا نكمل كلامنا عن البلانت ادابتيشن ونشوف الادابتيشن اللي حصل في التو تريز بتوعنا. ما تنسوش لو دي اول مرة تشوفوا القناة ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتتابعونا على التليجرام والفيسبوك الجروب والبيج، حسب لكم اللينكات بتاعتهم في الديسكريبشن بوكس صندوق الوصف تحت الفيديو على طول. ما تنسوش كمان تعملوا نشر للقناة ما بين اصحابكم وفرحوني بلايك على الفيديو. النهاردة بإذن الله بعد الفيديو ده هينزل على طول على التليجرام شيت لامم الليسون كله. يلا بينا نكمل كلامنا. نفتكر كده احنا الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن two huge trees موجودة في two different environment. واحدة موجودة في environment اسمها savanna forest مكانها في southern Africa، ودي الاكيشيا tree شكلها قلنا شبه الامبريل. وtree تانية موجودة في الامازون فورست في مكان اسمه البرازيل، بلد البرازيل طبعا من كل بيتابع كرة اكيد عارف البرازيل. ودي كانت تري اسمها كيبوك تري، ودي برضو شبه الامبريلا. واتفرجنا المرة اللي فاتت على الستراكشورال ادابتيشن اللي حصل في الروت لكل واحدة فيهم، وكمان في الليفز لكل واحدة فيهم، والترانك شفنا الادابتيشن بتاعه حاصل بس في التري اللي اسمها الاكيشيا تري. النهاردة هنكمل كلامنا عن الـ behavioral adaptation. زي ما كل مرة نفكر بعضنا علشان ما ننسيش، structural adaptation يعني structure حاجة موجودة في البادي ده بشكلها مختلف من living organism للتاني. زي الليفز كل البلانت عنده ليفز، بس واحدة الليف بتاعتها صغننة، واحدة الليف بتاعتها فيها سباين، واحدة الليف بتاعتها كبيرة، واحدة الليف بتاعتها هاند شيب زي ما شفنا في الكيبوك تري. ده اسمه structural adaptation. لكن ال behavioral adaptation ده action، ده behavior، عشان كده سميناه behavioral adaptation. ده action، ده تصرف أنا بعمله أو التري بتعمله. زي مثلا الأكيشيا تري دي احنا اتفقنا إنها عندها مشكلة فظيعة، هي تقريبا التري الكبيرة الوحيدة اللي موجود في وسط الجريس لاند بتاعت السافانا فورست. فالتري دي الانيمالز كلها عايزة تاكلها، حتى قلنا المرة اللي فاتت ان الترانك بتاعها طويل قوي والليفز موجودة في التوبس علشان ما يطولهاش اي انيمال غير طبعا حبيبتنا الطويلة الجيراف. مش بس كده، ده قدرت تعمل كمان behavioral adaptation علشان تعمل defend لإتس سيلف. يعني ايه؟ يعني تدافع عن نفسها. كلمة defend def وبعدين end، اللي منكو برضو بيتابع الكورة عارف الديفندر اللي هو المدافع، يعني اهي دي من غير الار اللي في الاخر ديفند. ازاي بقى بتدافع عن نفسها كده؟ ازاي بتعمل بروديوس للبويزن، في بويزن كده سم كده بتطلعه في الليفز يخلي طعم الليفز دي وحش قوي. ليه؟ علشان الانيمال اللي يجي يقطم قطمة ويمشي يحرم خلاص مش هياكلها تاني، زي الحركة اللي ماما بتعملها مع البيبيهات الصغيرين لما يبدأوا يحطوا صابعهم في بقهم او ياكلوا ضوافرهم كده تقوم حطلهم حاجة طعمها مر على صوابعهم علشان لما يدقوه مرة لا خلاص مش هياخدوا تاني. اهي دي نفس الفكرة، ده مش structural adaptation، ده behavior. behavior ليه؟ لان التري عملت كده بمزاجها وقت ما الليفينج اورجانيزم او الانيمالز بدات تاكل فيها. مش بس كده، في كمان بيهيفيرال ادابتيشن، هي لما الانيمالز بدات تاكل في التري دي بتطلع سميلي مسج زي ريحه كده في الجو لكل التريز اللي حواليها تعمل نفس الحركه وتطلع البويزنز. يعني كانهم بينبهوا بعض خلي بالكو في انيمالز جايه تاكلنا، فيقوم التريز اللي شبهها كلها يعملوا نفس الحركه ويطلعوا نفس البويزن علشان ديفند اتسلف تاني. يبقى هو بروديوس بويزن خلى التيست بتاع الليف باد، ويسند كمان سميلي مسج للتريز اللي جنبها علشان تطلع نفس البويزن. حلو قوي، نفس الفكرة بس بشكل مختلف شوية حصلت في الكيبوك تري. الكيبوك تري دي بقى عايزة الانيمالز تيجي والباتس خصوصا تيجي وتاكل الفروتس بتاعتها، فتقوم مطلعة سميلي مسج
ريحة كده برضو، بس مش علشان تنبه بقية التريز ان هي تطلع البويزن، لا ده علشان invite البات to visit its delicious flowers، علشان تيجي كده البات وتشم الريحة وجري تقوم تجري على الايه، على الفلاورز بتاعتها دي تاكلها. لا مش فاهم يا ميس. عارف كده انت في الكرتون بتاع توم وجيري لما يبقى فيه اكلة حلوة قوي وطلع منها ريحة كده، ويقوم توم يشم الريحة دي ويمشي وراها وهو مش شايف، اهو ده نفس الفكرة بالظبط. الكيبوك تري دي بتطلع سميلي مسج، مسج كده عبارة عن سميل اودر، ريحة كده، تو انفايت البات ان هي تيجي تاكل الفلاورز بتاعتها. مش بس كده، هي عندها كمان structural adaptation ان السيدز بتاعتها، البذرة بتاعتها مش زي اي سيد تانية، دي فلافي. يعني ايه فلافي؟ يعني عاملة شبه حتة القطن كده، شبه الوبرة، فيقدر الويند تشيلها. ده برضو behavioral adaptation. يبقى كده عرفنا ال structural وال behavioral adaptation اللي حصلوا في ال two trees، الأكاشيا والكيبوك تري. طيب تعالوا نشوف plants تانية موجودة في environments تانية قدرت تعمل structural adaptation، ونعرف كل واحدة اسمها ايه وايه الهابيتيت بتاعها، يعني المكان اللي عايشة فيه، وايه ال structural adaptation اللي عملته وليه. أول بلانت معانا اسمه مانجروف تري، مانجروف تري ده بيطلع في السولتي ووتر، يعني الووتر اللي فيها سولت، اللي هي بنسميها اوبزيت الفريش ووتر، الماية المالحة يعني. دي عندها ايه بقى؟ دي حدوتتها كبيرة قوي. ده بص انت شايف كده التري طلع منين؟ طلع كلها في الووتر فعلا. الروتس بتاعتها لونج وسترونج، والله يعني بنقول شعر لونج وسترونج. اشمعنى؟ علشان حضرتك ده بنقول في السولتي ووتر، يعني في ووتر هنا، الووتر دي كل شوية كده هتروح جاية عاملة ويف الناحية دي ويف الناحية دي، لو الروتس بتاعتها ويك كانت اتقطعت، فيقوم ربنا خالق الروت بتاعتها لونج وفي نفس الوقت سترونج تو ريزيست الويف. طيب تمام. البلانت التاني اسمه ووتر ليلي، ليلي اسم بنوتة، ووتر ليلي. والبلانت ده احنا بنشوفه في الكرتون على طول، تحس ان هو ورقة شجر كده عاملة شكل قلب وعليها الفلاور، اهو المنظر اللي قدامنا ده. هي بتعيش اصلا او الهابيتيت بتاعها في الويت لاند، يعني الارض اللي كلها ووتر كده، تحس ان هي ايه زي بركة صغننة، او يعني حتة زي الليك كده، زي البحيرة كده، بس الووتر بتاعتها حبة صغيرين خالص، قريبة خالص من اللاند، بس في نفس الوقت مش على السويل على طول، هي عايمة كده على وش المية. عشان كده بنقول ان الليفز بتاعتها وايد ليف وفلوت على الووتر. ليه ربنا خلق الليف بتاعتها وايد وفلوت على الووتر؟ علشان الليف دي هي اللي بتقدر تعمل ابزورب للسان لايت، علشان يخلي البلانت ده يكبر. البلانت يا حبايبي مش زينا، البلانت بيقدر يعمل الفود بتاعه مش زينا. عشان كده عمرك ما لقيت شجرة كده شمرت رجلها وطلعت تجري ولا رابت علشان تاكله، مع ان العكس بيحصل. احنا بنلاقي نفسنا ماسكين ساندويتش وبناكل، بنلاقي الكات تجري ورا الرات وتاكله مثلا، لكن ما بنشوفش الكلام ده في البلانت. وده حقيقي، لان البلانت بيعرف يعمل الفود بتاعه لما بياخد شوية حاجات من الانفايرومنت اللي حواليه، منهم السانلايت. فربنا يخلي البلانت دي اللي هي الووتر ليلي بلانت دي بتعمل فلوت على الووتر علشان ابزورب السانلايت، فتقدر تعمل لنفسها جرو وسيرفايف. طيب بعد كده البالم تري، او في ناس تنطقها البالم تري بس هي المفروض ان ال سايلنت، بالم تري. ودي عايشة في الديزرت. طيب مالها دي بقى؟ دي بنشوفها دي يا ميس، دي اللي بتدينا البلح. اه فعلا، دي الروت بتاعتها ثيك، تخينة قوي، والليفز بتاعتها سمول. ودي نفس فكرة يا شباب الكيبوك تري، عندها نفس الفكرة. الديزرت كده نلاقي التري دي لوحدها، في ويند جامدة جدا، في سترونج ويند، علشان كده ربنا خلق لها الروت بتاعتها ثيك، فتقدر تستحمل حدوتة الويندز دي
وكمان الليفز بتاعتها سمول فما تتقطعش لما الويند دي تيجي وتقدر تعدي منها عادي. to resist the strong wind. بعد كده الباين تري، ودي اللي بنشوفها في الكريسماس، بنشوفها على طول في المسلسلات او في الافلام الاجنبي، بنشوفها كده عليها تلج على طول. دي فعلا الهابيتيت بتاعها في السنو. شكلها بقى هنتكلم عن حتتين، هي كلها على بعض كده شبه تراينجل شيب اهي، كلها على بعض شكلها تراينجل، وليها شورت برانش، يعني تري هنا اهي ده الستيم الرئيسي، والبرانش بتاعتها قصنانه جدا. ليه؟ علشان تخلي السنو يعمل سلايد اوفر without breaking. حتة السنو لما تيجي تقع هنا، لو البرانش بتاعنا طويل والسنو جت كبيرة شوية على الحرف، البرانش ده هيتكسر، فيقوم ربنا خلق لها شكلها تريانجل كده والبرانشز بتاعتها شورت علشان اللاو السنو سلايد اوفر من غير ما تعمل لها بريكينج، من غير ما تتكسر. مش بس الشيب بتاعها والبرانشز بتاعها اللي حصل لها ادابتيشن، ده الليفز بتاعتها كمان. الليفز بتاعتها نيدل ليف. يعني ايه نيدل؟ يعني عاملة شبه الابرة كده، شبه الدبوس كده. ليه؟ نفس حدوتة الليفز بتاعت الاكيشيا to prevent losing water. يبقى شكلها شبه الترينجل والبرانشز بتاعتها شورت علشان السنو يعمل سلايد اوفر، والليفز بتاعتها شكلها نيدل ليفز علشان prevent losing of water. حبيبنا بقى اللي كلنا منه في الصيف كتير قوي البير بري فيج، ده عايش في الديزرت، ده يا شباب التين الشوكي اللي الراجل كده بيقف يقشره لنا واحنا بناكله على طول. ده طبعا عارفين من اسمه اصلا فيه شارب سباين. شغلانتها ايه؟ نفس الفكره بتاعت السباين اللي كانت موجوده في الاكيشيا تري، بريفنت الانيمال فروم ايتينج اتس ليفز والفروتس بتاعتها. الليفز بتاعتها كلها عليها سباين، وكمان الفروت اللي احنا بنقشرها وناكلها عليها سباين برضو علشان الانيمالز ما تقدرش تاكلها. يبقى احنا دلوقتي شفنا ان كل البلانت ليها روت وستيم وترانك وليفز، بس كل واحد فيهم الستراكشر او الشيب بتاعهم مختلف عن بعض على حسب. اللي ما عندها ووتر كتير مش محتاجة الروت تنزل تحت في الارض، اللي ما عندهاش ووتر وعايشة في الديزرت محتاجة الروتس بتاعتها تنزل ديب في الارث علشان تجيب الووتر من تحت، اللي عندها سترونج ويند محتاجة الليفز بتاعتها تبقى متقطعة، اللي عندها انيمالز كتير في المكان محتاجة سباين. اهو ده اللي حصل بالظبط، مع انه كلهم عندهم روت وستيم وليفز، بس كل واحدة قدرت تعمل الادابتيشن المناسب ليها علشان نفس الكلمتين كل مرة to survive and grow. ده السبب الرئيسي اللي اي living organism سواء animal او plant بيعمل عليه الادابتيشن. يقولك what happened لو البلانت ده اتشال من الاوريجينال environment بتاعته اللي هي الهابيتيت بتاعته يعني، وتحط في مكان تاني، هيعمل ايه؟ may die و may adapt to the new environment. ممكن يقدر يعمل adaptation تاني ويظبط نفسه على الانفايرومنت الجديدة او survive، وممكن ما يقدرش، والحالة دي اللي ما قدرش فيها هيعمل die. كده حبايبي احنا شفنا شكل الadaptation في البلانت عامل ازاي، واتكلمنا عن التو تريز الكبار اللي كانوا عندنا، وكمان شويه بلانت عرفنا كل واحده فيها الهابيتيت والستراكشر الادابتيشن بتاعها. ذاكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق.